عارفين ان عقد الايجار بين المالك اللي هو المؤجر والمستاجر بيحكمها اما قوانين الايجار الاستثنائيه اللي هو 49 لسنه 77 وتعديلاته، واما احكام القانون المدني. قانون 49 لسنه 77 وتعديلاته بيطبق على عواصم المحافظات وعلى المدن وعلى الأماكن التي بيصدر بشأنها قرار من وزير الإسكان بناء على توصية المجلس الشعبي المحلي المحافظة. أما من 30/1/96 فقد صدر القانون رقم 4 لسنة 96 بتطبيق أحكام القانون المدني على جميع العقود التي تطبق اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون. الحقيقة في بعض القضايا بأحكام قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية اللي من الصعب إثباتها، ومنها إنهاء العلاج الإيجارية لعدم وجود من له حق الامتداد العلاج الإيجارية، لأن حالات إنهاء عقد الإيجار في قوانين الإيجار الاستثنائية وردت على سبيل الحصر، جاءت بالمادة 18 من القانون 136 لسنة 81. أما حالات الامتداد في حالة وفاة المستأجر أو تركه للعين فقد وردت بالمادة 29 من القانون 49 لسنة 77، واللي تعدلت بالمادة 8 من القانون رقم 6 لسنة 97. حالات الامتداد لها شروط: فرق بين الزوج والزوجة والأولاد والوالد والوالدة بيشترط لامتداد عقد الإيجار أي مدة طالما قبل وفاة المستأجر الأصلي. أما بالنسبة للأقارب من الدرجة الثانية تشترط أن تكون الإقامة لمدة سنة على الأقل سابقة على تاريخ الوفاة. والقضية اللي احنا بصددها كان أحد المستأجرين توفى إلى رحمة الله، ووقت الوفاة لم يكن معهم قيم من ورثته إلا زوجته، وجميع أولاده قد تزوجوا إلى شقق أخرى أو محل إقامة آخر خارج العين محل النزاع. بعد وفاة زوجته تم غلق الشقة، لأن إحنا فوجئنا عندما قبل دعوة لإنهاء العلاج الإيجارية لعدم وجود من له حق امتداد العلاج الإيجارية، أحد أولاده استولى على الشقة وضع يده عليها على أساس إن يثبت إنه له كان له إقامة فعلية مع والده وقت الوفاة. أقمنا الدعوة محكمة أول درجة، حكمت برفض الدعوة بحالتها لعدم تقديم سند الوفاة المستأجر الأصلي، مع إننا ألزمنا المدعى عليهم بتقديم سند الوفاة. استأنفنا هذا الحكم لعدة أسباب: الخطأ في تطبيق القانون وفي فهم صحيح القانون، القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، الإخلال بحق الدفاع. محكمة الاستئناف صرحت لنا باستخراج صور رسمية من شهادات قيد الوفاة سواء للمستأجر الأصلي أو لزوجته، وتم صدور الحكم التمهيدي الأول بإحالة الدعوة لمكتب الخبراء شمال القاهرة ليندب بدور أحد خبراء المختصين لمباشرة المأمورية الموضحة بالحكم التمهيدي، هو مضمونه الانتقال لعين النزاع والمعاينة على الطبيعة وسؤال ما يرى سؤاله من الشهود وبيان واضع اليد وسنده، وأما إذا كان أحد من الورثة له حق امتداد عقد الإيجار
سند الدعوة من عدمه، باشر الخبير المأمورية، وللأسف أحد المدعي عليهم والوضع اللي يدعي عليه على العين قدر يثبت في الضرائب العقارية إن هو الحائز لعين النزاع. استطعنا بتصريح باستخراج شهادة من شركة توزيع الكهرباء إذا كان العين كانت مغلقة اعتبارا من تاريخ وفاة زوجة المستأجر الأصلي حتى تاريخ وضع يده على العين. جبنا شهادة بأن العين كانت مغلقة، والخبير باشر المأمورية وأوضع تقريره وقال إن وقت الوفاة كان المستأجر الأصلي وزوجته بس اللي مقيمين في الشقة، وترك زوجته، وبعد ما زوجته توفت كانش حد مقيم في العين إلا أن المدعي عليه الأول وضع يده للعين على العين بعد وفاة زوجة المستأجر الأصلي اللي هي والدته. خدنا حكم بإلغاء الحكم أول درجة، كان حكم برفض الدعوة بحالتها وإنهاء العلاقة الإيجارية وإخلاء العين من الأشخاص والشواغل وتسليمها للمستأنف خالية، وهذا الحكم أصبح نهائي بات وتم عمل إشكال فيه ورفض الإشكال وتم تنفيذه. والقضايا دي من القضايا النادرة في المحاكم لسببين: نادرا انك انت تلاقي حد سايب الشقة ومحدش بيقوم فيها، ثانيا من تاريخ العمل بأحكام القانون المدني وبدأ التعامل بقانون إيجار الأماكن القديم اللي هو 49 سنة 77 وتعديلاته بدأ يقل شوية، لأن بالطبع كل العقود اللي بتصدر من 30/1/96 أصبحت بتخضع لأحكام القانون المدني. وده النموذج من بعض القضايا الشاقة في إيجار الأماكن، وإن شاء الله نلتقي قريبا في قضية أخرى ذات موضوع آخر يكون له برضه جدوى ويكون عملي بين السادة الزملاء سواء أساتذتنا أو زملائنا أو تلامذتنا من المحامين. وشكرا.